خطيرة أكثر يعني من الرحلات القادمة من بكين، ولكن خذينا بالاعتبار بأن في، ولهذا الجهاز أيضا وسع إلى مطارات أخرى اللي عندها رحلات يعني من إسطنبول، وهي مطار قسنطينة اللي وضع أمس الجهاز نتاعو، الجهاز يعني الكاميرات الحرارية، ووهران أيضا راح ينفعلوا يعني الجهاز هذا اليوم إن شاء الله. ولهذا يعني خدينا كل الاعتبارات فيما يخص هذا تجنب هذا المرض، ولكن نشوفه في البلدان الأخرى يعني فيه حالات مستوردة، وإحنا الهدف تاعنا باش ما يكونوش يعني ما يكونش عندنا حالة مستوردة اللي راح يعني تطلب منا وضع جهاز يعني شديد جدا فيما يخص يعني الصحة العمومية. وهذا كما قلت هذا اليوم يعني مع الصحافة باش رانا هنا باش نردوا على الأسئلة تاعكم كاملة بدون يعني بدون ما نخبيو حتى حاجة. احنا الهدف تاعنا باش المواطن يعرف ما هو هذا المرض، ما هي طرق انتقاله، وايضا ماذا فعلت الجزائر فيما يخص الجهاز المضاد لهذا استيراد هذه الحالات المشبوهة بها فيما يخص الكورونا فيروس الجديد. وحنا حبيت نقول بلي هذه ماهوش اول جهاز يعني فعلناه، لان نعرفوا بلي في وقت السراس في 2002 2003 كان عندنا جهاز كما هذا، وايضا عندما ظهر كورونا فيروس تاع الشرق الاوسط في 2015 ايضا فعلنا الجهاز هذا تاع المراقبه. دونك عندنا يعني اكسبيريونس تجربه فيما يخص هذا الميدان يعني المضاد للحالات المستورده فيما يخص كل الامراض. واليوم يعني كما قلت رانا هنا الخبراء تاعنا راح يديروا لكم يعني يقدموا لكم يعني معلومات فيما يخص هذا الفيروس وما يخص هذا المرض، ومن بعد تكون ان شاء الله الاسئله نتاعكم راح نجاوبوا على الاسئله كل اسئله تاع الصحفيين في كل انواع المكتوبه والسمع البصري. وشكرا.